اجي مستمع اللي معنا ما نخلش مينا اكي دايرين اش اخباركم صافات في الجيج ما تعودم رمضان مبارك سعيد واخا اليوم هو اخر نهار في رمضان واش يكون مبروك فهمت قلتي دويا واش يكون مبروك الله يخليها عليكم الصحه والسلامه وطول العمر واش ما تمنيتو ان شاء الله يا ربي غبرنا 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 ولكن راه ما نقولش لكم هذا رمضان هذا بس ما كاين غير جري عليا نجري عليك جرا راكم عارفين حيت انا راه جلست باش في الامارات راه جيت راه شحال ديال الروينه وشحال ما كاينش الوقت فين تحكي راسك والله الله العظيم الا ما كلتي ما كناكلها في وقتها والله الا صح غير ما كانش فيديوهات ولا ما كاينش الوقت قسما بالله فبزاف الناس كيصيفطوا لينا علاش ما كديروش فيديوهات شوف شنو لي تشالنج هذا لي برانك والله الا زعما كنت دايره في راسي باش زعما قبل ما نجي دايره في راسي باش نرجع بقوه في اليوتيوب ولكن راه ما يمكنش الخدمه وستريس وبزاف الحوايج عليك الضغط بنتي عليك الضغط بزاف صعيب توفقي بين كلشي مي الحمد لله راه شوفوا انا راه مقاتله ماشي ما مقاتلاش الحمد لله راه هكا راه فاش كنصور لكم هذه اللحظه هذه راه والله العظيم الا كنطلع عليكم المهم اللهم لا مش ولا لا المهم اخوة كتسمعوا ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير شكرا على الميساج ديالكم كاملين وكنسلموا على المتابعين ديالنا في المغرب كامل خارج المغرب وخارج المغرب واي واحد كيبغينا راه حنا كنموتوا عليكم المهم اخوان حنا في الطريق دابا جايه نهيله ان شاء الله كل عمر غادي نمشي انا وماما غنجيبوها دابا ومعنا خالتي موتي تبانيتي كنت لكم غنمشيو نجيبوها دابا ان شاء الله وقلت في نفس الوقت ندير هذا الفيديو باش نقول لكم على واحد لا سوربريز اللي درتها قولها لهم دابا ولا لا المهم صراحه كاين دو سوربريز كاين جوج ديال لي سوربريز الاولى هي انني حققت واحد الحلم البارح الله يجعل ربي يحقق لك الاحلام ديالك كاملين حلم المهم كان حلم صغير من بين الاحلام ديالي حققته البارح الحمد لله والشكر لله فان شاء الله المهم غنشارك معكم من بعد اوكي ماشي دابا ان شاء الله حتى حاجه ما غاديش نقضيوها عليكم ان شاء الله انما كل حاجه بوقتها ان شاء الله ان شاء الله ولا سوربريز ثانيه دايرها لكم نتوما متابعيني فا على سوربريز كتخصكم نتوما واللي هي انني ان شاء الله هاد الايام ما نقولش النهار بالضبط هاد الايام عندي مغياج اسبوع ديالي دونك ندير يكون هو مغياج ديالي حيت راكم عارفين زواجي كنا درنا حفله درنا عرس ولكن غير فامي ودرتو عندي في الفيلا فداك الشيء كان بيناتنا فهمتوا ما كانش براني وما صورتش لكم ما يعني ما حطينا لا فيديو ولا حتى شي حاجه فلهذا قررت دابا باش ندير عرس كبير واللي غيكونوا فيه حاضرين طبعا الناس المهمه بالنسبه ليا وطبعا من بين هاد الناس المهمه راه كاينين نتوما فلهذا قررت ان شاء الله انني غادي نختار 10 ديال الناس من لي توب فان ديالنا يعني المتابعين الاوفياء فهمتوا المتابعين الاوفياء الزين متابعي الاوفياء اللي كيتابعونا الزين صافا حنا شوفوا فكادير كاين غير في فين نمشي لعبد الله شنو راه كيدير غير كيدير عاوتاني حيت راكم عارفين الدين شي شمون تبارك الله تبوكيسه الزين الزينات تبارك الله دوك صغاري ما شاء الله بسم الله ما شاء الله مقوس لك يا كلام واحد المره قالوا لك شي كيولدهم كيشرفوه وشي كيولدهم كيصغروه قالوا عليك كتبوا عليك في الكومونتيرات واحد المره تبارك الله انت غدا كتزيانو غدا كتصغري شتي الله جات فيا الحياه الحمد لله الله يوفقك نور على نور شوفي راه داكشي شوف الانسان سبحان الله راه ديما كيتعكس على وجهه افعاله والداخل ديالو الانسان اللي خايب راه كتلقايه دغيا كيشاف داكشي اللي فهمنا اللي في قلبنا والحمد لله الخير اللي كنبغيو الوصله اللي كنبغيو الناس ما كنبغيو المضره لحد ما كنهضروا في حد ما كنديو ديال حد ما خصني نغسل الطوموبيل هنا في لافاج المهم قلت لكم لا تخرج هي ماما تعطلش خصني غسل فين هذاك اوتو لافاج
الا لقينا عمر انت كاين خصني ندير المازوت علاش داك اللي هبطني هذاك هكا هو كيعرفنا شحال كيعرفنا سمعتوا الاخوان كما قلت لكم ان شاء الله غادي نختاروا 10 من لي توب فان ديالنا باش يحضروا معنا المغرب والله ما كرهنا نعيطوا لكم كاملين كاع المغرب وخارج المغرب ولكن ولكن رجعنا في الله المهم حنا في القلوب راه كاينين والله راه حاضرين معنا في القلوب ديالنا وحاضرين معنا في اي حاجه وان شاء الله راه شتونا راه جايين جاي باقي نجي بزاف ديال لي سوبريز ان شاء الله الدعاة ولا فين ما مشينا راه كندعيو مع جميع المسلمين ولا المحبين ديالنا ولا كلشي انتما راه في القلب وسمحوا لينا بزاف الدعاوي والله سمحوا لينا ونطلب الله تبارك وتعالى هاد العواشر يا ربي فرحوا ايسونس هنا كاع اللي كيطلب اللي بغى شي حاجه ايسونس ايسونس الله يقضي غرضه ان شاء الله ربي يفرحوا واخا تيلوز تبارك وتعالى صافي الله يجعل ربي يغنيكم يغنيكم بالمال والبنون ويغنيكم بالصحه ديالكم ويغنيكم بداك الشيء اللي تمنيتو بالحسنات ان شاء الله وبالجنه ان شاء الله نكمل لهم دغيا باش نمشيو لعند كاين شي وقت بزاف كما قلت لكم ان شاء الله غادي نختار 10 ديال الناس اوكي دونك الناس اللي كيتفرجوا في هذه الفيديوهات واللي عارفين راسهم توب فان ديالنا غادخلوا عندي لحسابي في انستغرام غنخلي لكم هنايا وغادي تحاولوا هاد اليومين تبقاو تصيفطوا لي ميساجات باش يطلع لي الميساج ديالكم اوكي باش نعاود يعني غنفيريفي لي ميساج الناس اللي دائما كيسبورتيونا الناس اللي فهمتوا ف غتصيفطوا لي من الحساب باش دائما كنتو مثلا كتكومونطيو لي اولا باش ديما كت يعني كتغياجيو معنا في داكشي اللي كنحطو هذا في الحساب ديالي ديال الانستغرام اوكي هاد اليومين بقاو تصيفطوا حتى جاوبكم وديك الساعه غادي نختار انايا هذوك لي توب فان اصلا كاينين الناس اللي هما معروفين توب فان ديالي ديجا راه كاينين في لا ليست شي جوج ولا ثلاثه تقريبا هما اللي كاينين والباقي راه غادي نختارهم انطلاقا من الميساجات وغنفيريفي لي ستوريك صافي دونك الفكره وضحتها العرس كما قلت لكم غيكون عرس واسبوع لصوفيا بجوج حيت انا ما درتش العرس فغادي نفرح براسي وفي نفس الوقت باغا نفرح بالبنوته ديالي الكبيده ديالي صوفيتي الصغيره ودرناها الله يكبرها في عرسك يعني درناها مناسبه تكون جمع جوج الحوايج و بالنسبه للناس اللي غيسولوني على العرس يعني راه غادي خصكم ديبلاصاو الاكادير اوكي ان شاء الله كاين في هاد الايامات هادو ما نقولش النهار بالضبط في اكادير تكون في قاعه ديال الافراح طبعا حنا تعطلنا نويله غادي توصل دابا من هنا واحد الساعه ان شاء الله مازال واش تبارك الله الزحام الزحام اليوم كلشي كيجري وغدا العيد واه والله واعلم واش غدا العيد ولا ماشي يا ربي ما يقولش غدا العيد ياك باقي ما نبغيش وان شاء الله راجلي جاي عندي غدا ان شاء الله غادي يكون هنا غير المهم غير قبل اليوم غايجي ان شاء الله غدا ان شاء الله الله يجيبو توحشتو صراحه الله يجيبو على خير شحال دابا جيت المغرب 15 يوم لا ويلي لا ويلي 20 يوم لا ويلي لا اكثر ان شاء الله لا 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 كامل شي لا ماما لا لا ديري شي 20 يوم عاد ويلي اوف اوف باين الشهر حيت دوزت هنا رمضان ايه شهر شهر دزت عليا صراحه طويله حسيت بحال تفرقت مع شي عام في اليوم ان شاء الله غادي يجي نجي ديريكت عندي لاكادير وصلت كازا ومن كازا شي طياره اخرى غادي يجي سيدي العزيز مرحبا بك انا كنقولها لك من هذا الفيديو مرحبا بك في اكادير ومرحبا بك عند الشلوح ومرحبا بك هو اصلا اصلو راه شلح الاصل ديالو راه شلوح حتى هما ف المهم اليوم زعما كاين ستريس بزاف جريان جريان حوايج كاين الهيلا غادي يجي غنوجدو العشاء غنوجدو العشاء وغيجيو عندنا العائله اليوم على حساب انه هيلا غيقولوا لها على السلامه المهم حنا نديوكم معنا بعد المطار دابا تشوفوا نويلة بعدا فاش غتجي المهم صافا الكبيدات يلا حنا غادي نمشيو للمطار ان شاء الله تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف وعواشركم مبروكه مره اخرى وكما قلت لكم الناس اللي طوب فان ديالنا اللي باغيين ان شاء الله سواء الناس اللي كاينين في كادير سواء الناس اللي كاينين في برا ديال كادير وقادرين ديبلاصاو كازا مراكش مرحبا بكم جيو عندي تحضروا معنا في المناسبه نشطوا كاملين البلبلوها كاملين والناس اللي ما غيقدروش يكونوا معنا المهم ندير لكم فلوغ ما غنحط لكم ان شاء الله العرس من الاول حتى الاخر يعني غتكونوا بحال الا حاضرين معنا ان شاء الله هذا الشيء هذا واجب ديالي لكم واخا عارفين غيكونوا شويه الانتقادات وكذا ولكن
المهم كل واحد راه كيدير الحاجه اللي كيرتاح فيها والحاجه اللي مسلكاه. وانا ما كنتسوقش الهضره وما كنديش الله يسهل ما كنديش على ما كنديش على الهضره ديال كل من هب ودب. فاش كنكون انا مقتنعه بشي حاجه وعارفه علاش عندي واحد لا غيزون علاش مثلا كندير شي حاجه ما كيهمنيش داك القيل والقال اللي كيجي من بعد. المهم كما قلت لكم تلفني داكشي كنت كنقول السلام عليكم صافا بخير الله يحفظك. كما قلت لكم شوف راه ما نساليوش هذا الفيديو حتى غدا ان شاء الله غادي نشارك معكم كما قلت العرس من الاول حتى الاخر وفهمتوا غنحط لكم فلوج كامل مكمول باش حتى نتوما تشوفوا. ما كنهناش نصوروا لكم حتى التحضيرات ولكن الوقت ما كاينه الوقت ما كاينه التحضيرات وراه عرفتي راه شهر ونص حنا كنجري شهر ونص كنقادو في هذا الايفنت هذا ان شاء الله باش كلشي التليفون ملي كانت في الامارات التليفون داير يدوز كلشي بخير وعلى خير ملي جات عاوتاني ما كاين غير جري 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 ايوا فين ديالي انا بغيت ديروا شي حاجه في المستوى ويكون داكشي منظم سورتو راكم عارفين يعني انا يعني العرس غادي يكون بريفي ماشي ما يكونش فيه ما تكون فيه غير لي بلي بروش ولا فامي وكما قلت لي توب فان ديالنا ان شاء الله يحضروا معنا وهذا الشيء اللي كاين. يلا الاخوان حنا ان شاء الله نكسيري ونشدوا الطريق للمطار. لاف يو اول ما تنساوش تصيفطوا لي لي ميساج في انستغرام ديالي نخلي لكم هنايا واش راكم بروكا سلامة سلامة ماما شتي قلتي ناس سلامة اي بسلامة باي باي تاع العقل كيشطب معايا لا ماما ماما عزيز الورد نويلة تبارك الله المطر عامر واو واو واش هادشي كامل زعما العمره؟ زعما والله ما نكره راسي جيت فهاد الطياره ما كرهت ما كرهت يكون جيت فهاد الطياره ما كرهتش ولكن كنجرب مع شي كذا والله الا جيت لك حتى يدوز عليا والله حتى نسمع الطياره ديال شوال ولكن الحمد لله بحال هنا بحال اصلا العائله راه كانت متى كانت غتجي 10 ايام بعد العيد هي بعد العيد قلنا ليها البيه على حساب الاسبوع على حساب الاسبوع ديال الصوف. صراحه اكسايتد انايا باش نتلاقى بالمتابعين ديالنا ان شاء الله في العرس والله ان شاء الله متشوقين بزاف ان شاء الله يا ربي اللي كيتمنى انت لهذا المقام لا حرمه والله لا حرمه. اجي اجي قلد ماما كي دارت في الفيديو ديال برانك برانك الاول اللي درناه قول بليز كيسرعه قول اجي صافي قول الله سيد ربي ما تقتلوني هذاك يسولني شكون انا واش عمي ديالنا عمي وولدي ولدي والله لا ولدي لا شغل قدر ما نسمعش لا قول بالصوت ديال ماما الله سيد ربي اخويا ما تقتلوني اخويا عقلت على البريك ديال الطوموبيل اول بريك درت اليوم في الطرود صراحه يمكن واعره صراحه والله قلت شي حاجه اخرى لا هذيك الحاجه خليك القلب يعرف صافي داكشي صافي بارك الله فيك كيصرا شي تقليد ناري كيصرا ها هي نعيله وصلات تلقاو لي الحجاج بنات ديال الحجاج قبل ما حمزه حمزه اجي صور تلقاو لي الناس ديال العليل كيطرو معايا الشومبر هذه من فين جبتها شوف دوز جوج جيبي معاه نعيله مزمزم جوج من هنايا شوفوا اللي بغى نوري لا ماشي قوالب ولكن انا السياسه على السم الموت ما غا حمر اللي بغى نوري السياسه نوري عليه كيفاش يدوز جدول ديال الماء وكيفاش يدوز يلا قولي الفان ديالنا دغيا قولي لهم بينا 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 شوفوا قولوا لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله واللي بالكم دعوا معاه في الطريق واحد الله تيجي يسكروا معاكم اصلا هما راه ميسكر حيت ماما كيعطيو غير واحد لواحد صافي جات في البيزنيس ايوا راه هي ميسكر صافي هاي الحاجة نعيلة السلامة يلا نمشيو حيت من قلت معتمدة حيت الله انا بغيت نشم فيك ها الريحه ما تفهمني الريحه ديالك الله عافاك والله العظيم الا فيها الريحه ديالك هذه كنشم فيها
انا اليوم غنبات حدا الكعبه صافي ان شاء الله. الله اخبركم الاخوان نسيت البانطوفا ديالي، نسيت القشر ديالي، يعني غترجعي اقسم بالله ان شاء الله. يلا يلا نمشي اخوان نحطو باكاج النعيله. دابا فين ديري عليا كيضحكوا عليا؟ لا ما يضحكوش عليك. جات واحد السيده مسكينه قالت لي واش انتي اللي كاينه في يوتيوب؟ قلت لها هي. قالت لي قلت لها يلاه قولي لي سميتي باش نعرف راه عرفتيني. قالت لي انتي كاينه في الامارات وداك الشيء اش كديري هنايا؟ اجي وما عندهاش التليفون بغات تصور مسكينه وما عندهاش التليفون. قلت لها غادي نديرو انا وياك فيديو تباني معايا باش تاخذي التصويره. صافي اجي تشوفي راسك اجي صافي. اشنو قلتي لي شكون كيتباني؟ كتباك اللي لاباس عليه اللي عنده ولا اللي ما عنده كلشي. الله يعطيك الخير. الله الا هذاك هو الربح. الله يعطيك الخير الزين. الله يحفظك ليا. شكرا بزاف. الله يعطيك الخير. الله يحفظك. يلا باي باي. الله يعطيك الخير مسكينه. الله يجزيك الخير. نفس رمضان نفس رمضان اش كيكون؟ شوف حنا يلاه حطينا فطور. اتصلت بواحد صاحبتي مسكينه كتصاوب هادشي ديال صاليا والسكري هنا في كادير. قلت لها والو جدي لينا الفطور. مسكينه جدات لي وجابت لي وجات عندي دابا. ايوا الناس كادير لهلا يخطيهم علينا صراحه والله. شوف انا كنرتاح في هاد المدينه وكنحماق على هاد المدينه. احنا يلاه وصلنا نعيلا. غتكون توحشه الطوموبيل تا نعيلا. ما توحشيش طوموبيلتك؟ بلا كتزين اويلي اويلي اه بابا بابا عزيز عليه فراسكم. بابا كيفضل نعيلا علينا كاملين. اه انت عزيز عليه كثر. لا عرفتي علاش طبعي غير طبعك؟ بابا فين غادي بداك التوصيل؟ عرفتي اكثر واحد غادي بداك التوصيل اكثر واحد اكثر واحد كنت دعيت دعيت معاه دعيت معاه بزاف ما فارقش. داك العام كنت كندعي مع راسي بزاف ياك. هاد العام دعيت مع ماما باش دعيتي معايا باش وعيشوشه وصوفيا. انت انا ديما كتصيفط لي نعيله كتقول لي يا بغيت نشوفك. بغيت تلبس الحجاب الشرعي وانا عندي واحد المفاجاه قريبه ان شاء الله غادي تكون وحق الله. ديما كنقولها ماما كنقولها ماما البنيه راه دايزه باش ما عطى الله دري مع البنات. يا بغيت تجي انا والله الا بغيت تدار ربي نتجمعوا في الجنه حيت الدنيا دايزه باش ما عطى الله. نعيله جا واحد الايمان قوي في عمرها. يوميا كدير لي تعذيب الضمير تانيب الضمير. كتبقى تصيفط لي كتقول لي يا انت القدوه ديالي وبغيتك ديري الحجاب على حق وطريقو. بابا صباح الخير. نعيله عزيزه على بابا قلبي بعدا طوموبيلتك فاسكم حيت بابا كيسوق الطوموبيل ديال نعيله. انا راه مايمكنش نعطي طوموبيلتي ما يديرش ليها فيها شي خدشه ولا. نعيله كيحافظ على طوموبيلتها. ياري نوريكم انا الرونج تنمشي نوري عليكم. والله ما كاينه شي ضربه بالله. كاينه شي ضربه؟ يا يا مبروك نوصلك. اه درتو بها شي حاجه؟ با لي كيسوق ما عمرني ودي سكت انا بالله بالشرع معاك. انا عطيتو الرونج جوج المرات جاب عليا كلها مكرجه. حق الله قلبي قلبي ما يمكنش. اش ويلي 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 ماك ماك عباد الله انا بابا كرشتي لها طوموبيل صح؟ بابي قلتي لك شي غيتصيب السلام عليكم.